لينا قعدتنا في صباح الخير يا مصر. نبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها تلقي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لثلاثة اتصالات، ولهم من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي والمستشار الألماني أولاف شولتز. وتناولت هذه الاتصالات جهود وقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعزيز جهود تحقيق التهدئة. كمان من ضمن أخبار امبارح، الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللي تابع فيه موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البترول والغاز. كمان تابع امبارح موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن. تناول الاتصال التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف وضبط النفس حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع. وكمان تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة. امبارح كمان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. شهد الاتصال التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع سيادة الرئيس في هذا الخصوص بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة. وأكد الرئيس أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف بما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة. وامبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، آخذاً في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وتم استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة اللي جاءت على نحو مطمئن، وأيضاً تم بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المهمة في مجالات البترول والغاز لدفع العمل بها وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في ذلك القطاع الحيوي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، ولفت مدبولي إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات اللي بيتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وده تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي إطار حرص كافة دول الأمة العربية على إحياء ذكرى النصر العظيم، قام قائد الجيش الثالث الميداني بمرافقة الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بمصر خلال زيارته لمقابر شهداء دولة الكويت بمقابر الجيش الثالث الميداني، حيث تم قراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة وتقديراً لتضحيتهم ومشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها. طبعا بالنسبه لاخبار المحافظات، في اسوان المحافظه بتستعد لتنفيذ مشروع البالون الطائر لتعظيم القيمه المضافه للمقومات السياحيه في المحافظه. في المنوفيه تم اطلاق مبادره لتخفيض اسعار اللحوم بمدينه الشهداء. كمان في جامعه اسيوط تم افتتاح معرض مستلزمات المدارس والاسره المصريه، وفي الدقهليه ايضا تم تطعيم 335 الف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والثنائي. خلينا نعرف تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسوان تم مناقشة تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المنطاد اللي بيأتي في إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقاومات السياحية والعمل على زيادة الليالي ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة. في كفر الشيخ بدأت الجامعة تنفيذ العديد من برامج التوعية للشباب، منها تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية وحملات توعية يومية بالحرم الجامعي لتوعية الطلبة بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب. في المنوفية أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم لتصل ل200 جنيه، وانضم للمبادرة عدد من محلات الجزارة في المدينة والقرى، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين. في جامعة أسيوط تم افتتاح معرض مستلزمات المدارس والأسرة المصرية بتخفيضات في الأسعار للطلاب تصل نسبتها ل30%. المعرض بينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وهيستمر لحد يوم 17 أكتوبر الجاري. في الأقصر أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إشارة البدء في العمل بمشروع الطاقة الشمسية بالحبيل، واللي بيعد من المشروعات المهمة في توفير الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات الصرف الصحي التابعة للشركة. في الإسكندرية أعلنت إدارة المدن الجامعية عن موعد تسكين الطلاب المستجدين ممن تقدموا بأوراقهم في المواعيد المعلنة بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، وهيبدأ التسكين بكرة 13 أكتوبر الجاري وفقاً للتوزيع الخاص بكل مدينة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن تطعيم حوالي 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والثنائي، وده منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدراسي، حيث إن التطعيمات تستهدف جميع المدارس في الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات.